طرابور لاج ديالي راه كاين تحسن مع مستوى المواصلات الاتصالات العلاقات ما بقاش داك المفهوم القديم والانسان كيطلب المزيد الاحسن هذا هو اللي كاين دابا المغرب مزيان ماشي مزيان ولكن السبيطارات باقي ناقصين كلشي باقي ناقص ولكن خصهم يجتهدوا باش كلشي يكون زوين اللي عنده اللي ما عندوش خصو يعيش مغربنا هذا الله يخلي لنا مغربنا زاد لقدام كاين بزاف ديال التحسنات احسن من الدول الافريقيه اخرين بحال الجزائر بحال موريتانيا المغرب ولا رائد اقتصاديا في افريقيا كامله شتي بالنيا بالنسبه للثقافه عندنا الثقافه عندنا السياحه عندنا الموارد الاقتصاديه عندنا بزاف ديال الحوايج في المغرب حتى في الطبيعه كاين واحد التنوع بزاف كاين كنشوف دابا الدول الافريقيه كيجيو عندنا المغرب باش يتداووا التعليم حتى هو راه مزيان كاين شي بلايص شويه بحال الجبال وداك الشيء كاين شويه التعليم ناقص ولكن بالنسبه للمغرب راه تقدم شحال هادي راه ولا رائد عالميه ماشي المغرب مزيان البلاد مزيانه الحمد لله ولكن كيخص شويه ديال الناس المسيرين هما اللي يتقوا الله في الشعب شويه يقادوا الامور قادوا الامور لان احنا الحمد لله عندنا جو زوين عندنا موارد طبيعيه مهمه خصنا نعيشوا مزيان ونقصوا من الطلبه الطلب ديالي لان كيجيو معنا ناس اجانب كما كنقولوا حنا تغييسه حشمه ولدي اللي عشناه سكن واللي ما ودابا سكن ما كاين لا تطور لا والو دابا المغرب مزيان الحمد لله الحمد لله السعر مزيان ماشي زاد راه دار ان بون اون افون وراه باين الحاجه باينه لا في لي ترونسبور لا في الطبيب لا في بزاف الحاجات